مكيف زي كذا وليش قال زي كذا لونين شلون زي كذا اي صح والله لونين صح يعني اخر امر نطلع ناس غشمان صح ما يميز في الالوان جاوبهم يا ابو كيف جيب لك حل يا ابو عينك عم بمهم عينك جيب لك حل ايه جاوبهم جاوب يا اخي شرقفكم انتم شرقفكم الموضوع تمام شغلكم تمام شغلكم شغلك شيء ما تفهم فيه لا تقعد تسولف وشلون وشلون لا هاتوا واحد وش حالك فيكم تهور رد عليهم باسلوب بلين ما بتقول لهم مالكم داخلهم شركه امشي يجيك حقك اركب ما ينبغون ذلك جيب لهم اسد هنا خلي ما راح احطهم يا ابو دويش بيجون العمال بينظفون ما لا داعي يا ابو دويش ترى شغل الفلوس مو زيكم وسمعت وياه ترى الليل موعدكم اذا ما يجلس مشرب ان شاء الله ان شاء الله ما يجلس مشرب الليلي لا تسلم كل شيء لا تهيجن